حالة من الجدل الكبير أثارها الفنان الكويتي شهاب جوهر في آخر ظهور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي التفاصيل، نشر الفنان الكويتي عبر حسابه الرسمي على سناب شات مقطع فيديو أبدى فيه رغبته بالقيام بخطوة إيجابية تجاه أحد الأشخاص الذين يعرفهم، لكن الطرف الآخر لم تكن ردة فعله كما يجب. وطلب شهاب جوهر من متابعيه رأيهم ما إذا كانوا ممكن أن يقوموا بهذه الخطوة أم لا، وماذا ستكون ردة فعلهم في حال رفض الطرف الآخر. باختصار شديد، الإنسان بعد فترة يحاول أن يتخذ قرار إيجابي وأخذ خطوة اتجاه الآخرين، ولكن للأسف الشديد بسرعة ومن غير أي تفكير اللي تتجه ناحيتهم وتأخذ قرارك، تلقى أن يتخذون قرارات يعتقدون أنهم أذكياء، ولكن يجعلون الطرف الآخر يتراجع 1000 خطوة ويأخذ الحذر منهم. شكرا. وقد تفاعل الجمهور مع هذا الفيديو معتبرين أن شهاب قصد أحدا به. وفي السياق، كشفت بعض المعلومات أن شهاب جوهر حاول المبادرة بالصلح بين إلهام الفضالة وطليقته زينب الموسوي، مشيرة أن إلهام وافقت على الموضوع، إلا أن زينب الموسوي رفضت الأمر رفضا قاطعا. وتابعت المعلومات أن مشكلة كبيرة حصلت بين شهاب جوهر وطليقته لهذا السبب، لأنه كان ينوي أن تكون هناك علاقة مودة بينه وبين طليقته من أجل الأولاد، إلا أنها رفضت ذلك. لذلك اختفت زينب الموسوي عن السناب شات اليوم لأنها دخلت في حالة عصبية شديدة. من جهة ثانية، كانت إلهام الفضالة قد أثارت حالة من الذعر والخوف في قلوب جمهورها مؤخرا بسبب ما كشفته. وفي التفاصيل، وكما عادتها تنشر الفنانة إلهام الفضالة عددا من الإعلانات لبعض المحلات التجارية الموجودة في الكويت، ولكن ما حصل معها أقلق الجمهور، إذ قالت إلهام في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على سناب شات أنها كانت متوجهة إلى أحد مراكز الدايت لتقديم إعلان له، لكنها عندما وصلت إلى المكان شعرت بالخوف كثيرا لأنه مكان مغلق وهي وحدها في ساعة متأخرة من الليل. كما أضافت أنها لن تأتي لوحدها إلى هذا المكان مجددا، وستستعين بزوجها الفنان شهاب جوهر. وتساءل المتابعون عن السبب، معتقدين أن إلهام قد تعرضت لحادث في مثل هذا المكان دفعها للخوف بهذه الطريقة.